مجال جديد. السينما موجودة في حاجات كتيرة، موجودة في السينمات، موجودة في المهرجانات، بس في ناس كتيرة جدا ما عندهاش بلاتفورم تطلع عليهم أفكارهم بشكل بسيط أو بشكل صغير. فالنهاردة احنا بنحاول نخلق فرصة لأي حد عنده فكرة لأفلام. طلبنا من ناس كتيرة جدا إن هم يبعتوا لنا أفكارهم اللي هناخدها ونطورها لفيلم 2018. جالنا أكتر من 700 فكرة. احنا يمكن الاختيار صعب جدا 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 ان احنا نوصل من 700 دول لخمس افكار. قعدنا اسبوع كامل نقرا كل الافكار ولحد ما وصلناهم لخمس افكار. الخمسه دول موجودين معانا النهارده وهنناقش الخمس افكار دول ونسمعهم مع بعض. فبليز انا عايز ابتدي بيك يا هند بعد اذنك، ليتس فيرست. فعايز اسالك انت بالخلفيه السينمائيه اللي عندك وبالمجال الكبير قوي اللي اشتغلتي في المسلسلات وفي الافلام، عايز اعرف انت ليه لما قررتي تخشي مجال الاونلاين قررت تخشي في الوقت ده، وليه وايه الفكره اللي في دماغك وايه الفيجن ازاي ممكن حتى ثلاث حاجات: ديموغرافيكس، هاند هيلد ديفايسز، ويعني ديموغرافيات بتتغير في العالم العربي. وده اول سبب خلاني انتبه الى انه العالم الرقمي، العالم الديجيتال هيشوف نمو كبير جدا 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 في العشر سنين الجايه، في الدكاد الجايه في العالم العربي خصوصا. ليه؟ لانه احنا عندنا 70% من الـ الناس في العالم العربي عندهم اقل من 35 سنه، ووصلوا دلوقتي الى سن معين يخليهم وفكر معين، لانهم كان اسمهم العرب ديجيتال جينيريشن. هو جيل مختلف تماما. الناس اللي النهارده عندها ما بين 15 و 35 سنه وعندهم قوه شرائيه وكونسيومر بيهيفير بيتغير الى انهم عايزين يشوفوا كونتنت في الوقت اللي هم عايزينه. مش عايزين حد يفرض عليهم ميعاد نزول، ميعاد عرض، مش عايزين حد يفرض عليهم انهم يروحوا مكان مخصص او معين عشان يتفرجوا على الحاجه. وعشان كده شفنا بلاتفورمز جديده زي نتفليكس، زي ايسيفليكس، زي ايفليكس، كل الاي بي تي في، كل البي تي في، كل الاوفر ذا توب تي في، كل الحاجات المسميات والانيشنز الكتير، اي بي تي في وتي تي او تي تي، كل ده معمول لان الناس دلوقتي وده يعتبر يمكن تغيير في التقاليد وتغيير في المينتاليتيز وفي عقليه الكونسيومر، لان هو في الاخر الجمهور ده ناس عايزه منتج، والمنتج بتاعها عايزه تختار تتفرج عليه امتى، تتفرج على 15 حلقه ورا بعض، تتفرج على 15 فيلم ورا بعض. مش عايزين الاعلانات الكتير، وده بنعاني منه يمكن يا تامر في التلفزيون. فهم بيفكروا دلوقتي في البنج واتشنج، بيفكروا في انهم عايزين from the comfort of their homes ان هم يختاروا الكونتنت. فانا انضميت لطياره وليكو لاني كنت عايزه ابقى جزء من الناس اللي بتوفر كونتنت لجيل جديد مختلف بيفكر بطريقه مختلفه، عايز يشوف حاجات مختلفه. وانا كان نفسي اقدم ابقى جزء من الناس اللي بتقدم الكونتنت، لانه كمان في حريه اكتر. انا اؤمن بحريه الابداع، واؤمن في ده بيخلي، طبعا ده بيعمل تحديات كبيره هنتكلم فيها بعد شويه، لكن في نفس الوقت في حاجه مهمه جدا رواية حريه المشاهد وحريه المبدع في انه يقدم حاجه مختلفه عن الترديشنال بلاتفورمز اللي موجوده في السوق.